طيب دكتورة آلاء أنور، مدرس مساعد في وحدة الجهاز الهضمي، واحدة من المتميزات في الجهاز الهضمي. هتقدم لنا كيس بريزنتيشن. كل وحدة الجهاز الهضمي متميزة الحقيقة. السلام عليكم. بشكر دكتور عزت وبشكر اللجنة المنظمة على المؤتمر الجميل ده وعلى إتاحة الفرصة ليا إن أنا أقول كيس صغيرة 3 دقايق، وإن شاء الله مفيش أسئلة مفيش أي حاجة وهنخلص بسرعة ونروح. الأول شكرا للدكتور أحمد العيني، هو مش موجود معانا دلوقتي بس هي الكيس الحالة بتاعته، فهو يعني بحب أشكره عشان هو إداني الفرصة إن أنا أقولها. A 27-year-old female patient presented to the gastroenterology clinic complaining of dysphagia. الدysphagia دي كانت intermittent لمدة سنة، بتروح وتيجي وبعد كده بقت progressive لآخر شهرين قبل ما تبريزنت للكلينيك. More for solids associated with weight loss و sometimes with odynophagia. ما كانش فيها حاجه سيجنيفيكانت خالص في الاكزامينشن اكسبت فور كده ماسل ويستنج او يعني شويه ويت لوس. ده ممكن يعني
طيب هو الفيديو اصلا خمس ثواني بالظبط. هو في واحده تحت وفي واحده على اليمين، اوكي، وبقيه الميكوزه بتاعت الاسوفجس زي ما تكون سلافد كده، زي الميكوزه بتاعت زي ما يكون بيرن وطبقه البولي دي اتشالت، بقيه الميكوزه سلافد كده بتاعت الاسوفجس. البيوبسي من الليجنز الاسوفاجيال اندوسكوبيك بايوبسي كونسيستنت وذ بولس اسوفاجايتس نيذر اتيبيا نور نيوبليزيا هيستولوجيكلي ايدنتيفايد ان ذا سبميتد ماتيريال. تمام، يعني الفايندينج كانت بولس اسوفاجايتس. عباره عن ايه البولس اسوفاجايتس ده؟ بولس اسوفاجايتس الكوزس بتاعتها ممكن تبقى حاجه اوتو اميون وممكن تبقى حاجه اذرز. الاوتو اميون ديزيزز اللي هي عباره عن فرايتيز كده من سبيكتروم اوف ديزيزز على حسب مكان البولي بتحصل فين في الاسوفاجيال ميكوزا، مكانها ديرمال ولا ايبيديرمال ولا جانكشن بين ديرمس اند ايبيديرمس، وفي اختلافات بينهم كمان في الاذر سايتس اوف افكشن. الحاجات الاذرز اللي بتعمل ممكن بولي في الاسوفاجس لكن هي مش اوتو اميون ديزيز زي الهربس سيمبلكس والاميلويدوزس والايزينوفيليك اسوفاجايتس وجرافت فيرسس هوست ديزيز رياكشن تو بلاد ترانسفيوجن. كل الحاجات دي اوكي. هو البنفيجاس اول واحد هنا اصلا في الاوتو اميون بولس اسوفاجايتس. البولس بنفيجايد وميوكاس ممبرين بنفيجايد دول كرونيك ريلاكسنج اوتو اميون بليسترنج ديزيزز كاركترايزد باي سيركيليتنج انتي بوديز دايركتد اجينست سبيسيفيك ايبيتوبس of hemidesmosomes involvement in anchoring the epidermis to the dermal layer. يبقى هي القصه كلها في الهيميدوزموزومز اللي بتوصل الابيديرمس للديرمس، بيبقى في انتي بوديز دايركتد اجينست الهيميدوزموزومز دي بتفصل الابيديرمس عن الديرمال لاير وبتكون البولي بينهم. الحاله بتاعتنا كانت ميوكاس ممبرين بنفيجويد، ده اجريسيف فاريانت من البولس بنفيجويد، وده ميوكاس ممبرين اوتو اميون بليسترنج ديزيز ممكن يجي في اماكن زي الماوس اللارينكس والاوروفارينكس الانوجينيتال ميكوزا كونجنكتيفا او الاسوفجس زي الحاله بتاعتنا. وطبعا ممكن يبقى سيفير انف ان هو مثلا في اللارينكس يعمل سترايدر. الاسوفاجيال انفولفمنت از كوايت رير اند جنرالي بريزنتس وذ ديسفيجيا ودينوفيجيا، ممكن جي اي بليدنج نتيجه رابشر لبولي فيها بلود. كرونيك انفلاماتوري بروسيس ايفولفينج كوزنج تيشو ديستركشن سكارينج اند فانكشنال ليميتيشن، ده كرونيك انفلاميشن، فبالتالي بيبقى البيشنت at risk ان هو يجي له بعد كده بقى مع الكرونيك انفلاميشن ده ستريكشر اسوفاجيال ستريكشر. ده هيستولوجيكال المنظر بيبقى عامل كده، بيبقى الجزء بتاع الستراتيفايد ابيثيليوم مفصول عن الديرمس بالمسافه بتاعه البولي دي. تمام، زي ما احنا شايفين في الصوره دي، ده النورمال، ده طبعا سكين لكن هي نفس الكلام بيابلاي على ميوكاس ممبرنز، ان بتتفصل الابيديرمال لاير عن الديرمال لاير بالسيروس فلويد بوكيت الموجود في النص. في حاجه مشهوره اسمها نيكولاسكي ساين، دي عباره عن ديسكرايبد في الاول في الليجنس لما بتحصل في الجلد، لكن برضو لقوا ان هي ممكن تحصل في الاسوفاجيال ميكوزا، ان هي يبقى داخل المنظار مش شايف اي حاجه خالص، ولما ترايل ودرو للمنظار تبدا تظهر البولي دي، بيبقى كيوت اونست بولس فورميشن نتيجه التروما بتاعه المنظار. اوكي، دي بتتوصف في السكين وبتتوصف كمان في الاسوفاجيال بولس بنفيجويد. تمام، بالتالي لازم بيادفايس تو جنتل ادفانسمنت اند ويذدرول اوف ذا اندوسكوب از ادفايس تو بريفنت ادفيرس ايفنتس زي الهيمرج او بيرفوريشن. المانجمنت بيعتمد على السيفيريتي اوف ذا ديزيز، ممكن حاجات توبيكال زي توبيكال ستيرويدز او توبيكال انتيبايوتكس او اورال انتيبايوتكس عفوا او سيستميك ستيرويدز او اميون سبريسيفز. اميون سبريسيفز اب تو بيولوجيكال، في حاجات ريتوكسيماب وبيولوجيكال كتير حتى في الادفانسد ديزيز. في حاله الجاسترونتستينال بليدنج برضو كان في كيس كده منشوره ان هم عملوا لها زي ترايل لارجون بلازما كواجيليشن من غير تاتش للميكوزا، من غير دايركت كونتاكت، عشان توقف الاسوفاجيال بليدنج نتيجه رابشر لهيموراجيك بولي. البيشنت بتاعتنا اخذت تريتمنت سيستميك ستيرويدز وتوبيكال ستيرويدز وذ ماركت امبروفمنت اوف هير سيمتومز، لكن لسه ما عملتش فولو اب اندوسكوب. ثانك يو.
هي كومن في السكين بس الاسوفاجس يعني انا اللي قريته يعني اقل تقريبا من 10 حالات في بلس في جويت ذكي في الاسوفاجس. ترى ليه ممكن بس نختصر شويه بس هو اتس كومن ان احنا نقعد سنه في عيان ديسفيجيك بالمنظر ده؟ هي كانت انترميتنت وبعدين واضح ان هي بريزنتد لما بقت بروجريسيف يعني هي ما جاتش يعني كانت عادي بتيجي وتروح السيمتومز زي اي اوتوميون ديزيز ممكن حاجه تريميت وريلابس من غير تريتمنت من غير حاجه وما كانش ظاهر عليها اي سكين مانيفيستيشنز خالص ما كانش معاها اسوشيتد سكين بولي ولا حاجه فهي جت بقى لما القصه بدات تبقى بروجريس. هي كانت ديسفيجيا للسوفت ولا للليكويد اكتر للسوليدز اكتر؟ وانت لو ديسفيجيا للسوليدز اكتر هيبقى الاندوسكوبي رقم واحد. هو هيبقى اندوسكوبي رقم واحد انا بس بنشوف راي الاساتذه يعني الاندوسكوبي رقم واحد. الاندوسكوبي رقم واحد. لما لقيت ريجنز كده ليه ما دخلت جوه؟ يعني لا لا عملت فول اي جي دي بس ده المنظار دي حته 5 ثواني والمنظار خارج بس من الاسطح. طيب كان في حاجه في الاستمك؟ خالص ولا الفارنكس اتطور؟ لا ما كانش في اي حاجه خالص ولا اورال ميوكوزا ولا فارنكس ولا لارنكس ولا اي حاجه خالص. كل ده كان فري يعني جاست اسوفجيال. كانت اسوفجيال. بيور اسوفجيال. الحاجه الثانيه احنا عاملين الاندوسكوبي ده عاملينه امتى؟ يعني لسه ما كملتش شهرين. عملت لها اسسمنت بعد شهر ولا لا؟ لا لسه لا على هي بس على التريتمنت اتحسنت كلينيكالي بس لسه دكتور احمد ما عملهاش. ريكومندد فولو اب على قد ايه؟ اي ثينك شهرين يكون شهرين كده يعني ما فيش جايد لاينز. ده مهم خلي بالك زي ما انت قلتي ممكن تقلب ستريكشر فلازم هيبقى لها حل لان دي هتبقى لونج سيجمنت ستريكشر مش هتبقى شورت سيجمنت. فالاسسمنت هي كاسيمتوماتيك اتحسنت جدا يعني الله ينور. هو الفليكسونيز سبراي ده بتبلعه. ايوه زي الايزينوفيليك. زي الايزينوفيليك حطيتوه على الميه ولا رشيتوه؟ لا ايوه يا فندم انا بسال اللي هو ترش ولا اتحط على الميه؟ طب ما اديتيهاش سيستميك استرويد؟ لا خدت خدت دوز قد ايه؟ والله هو الدوز المكتوبه في الليتريتشر من 0.8 ل 1.5 ملي جرام في الكي جي يعني زي من 40 يعني ل 60 ملي جرام. من 40 ل 60 ملي جرام ايه هم بيقولوا في الحالات اللي فيها التريشن اوقات اللوكال سوزنج مهم يعني احنا مش بنستقبله كتير قوي لكن الوول سيكنس السيستميك فيه احسن لكن الميكوزا عشان كده قلت لها بس هل هو اتحط بيور سبراي ولا على ووتر زي ما بيقولوا؟ ايه انا لا احنا لا اصل هي القصه دي موجوده في الايزينوفيلك ومشروح الفرق بين الووتر وبين الجل وبين الاكل كل واحد له بوتنسي مختلف فعشان كده انا كنت بعرف بس عشان لا ينفع. ثانك يو. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكر اساتذتي الافاضل ان هم ادونا. طب اتفضل. طبعا دكتور مؤمن ايمن فوزي اور ايمينانت اسيستنت ليكتشر هيقدم لنا النهارده تشالنجينج كيس تشالنج ان ذا سيكم. اتفضل دكتور مؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر طبعا اساتذتي الافاضل ان هم ادونا كالعاده الفرصه ان احنا نشارك في مؤتمر الوحده او مؤتمر الجمعيه. الحقيقه انا الحاله اللي هقدمها النهارده اعتقد ان هي فيري انترستنج و اتس ا كيس فور ديسكشن. يعني هو في ريعان شبابه 79 year old male patient presented to our patient outpatient clinic complaining of bleeding rectum, abdominal pain and alteration of bowel habits since 3 months since 2 months. No weight loss, no fever, completely free medical and surgical history with hemoglobin 10.5 microhypoanemia, platelets 460, CRP9 and fecal calprotectin 180. أكيد for the sake of the age and the alarming nature of the symptom ما كانش قدامنا غير إن الراجل ده يعمل colonoscopy. ال colonoscopy ورانا من أول ال anal و rectum erythema و hyperemia و multiple superficial ulcerations. وفي برضه ميكوز الإديمة لما هنكمل جوه هنشوفها.
bleeding the rectum, or alteration of bowel habits. كملنا أكتر. More proximal لقينا برضو إن في patchy pattern of affection موجود في الكول. زي ما حضراتكم شايفين again and again برضو patchy affection. كملنا اكتر وصلنا للسيكم ولقينا المنظر ده. البوليبويد الماس او البوليب او الماس اللي حضراتكم شايفينها. وبقى the whole mark of the study patchy affection من اول الركتم وانفولفنج الكولون وكمان عندنا بوليبويد اللايك ليجن موجوده في السيك. هو الجاست الهايبراميك ميكوزا والشويه السوبرفيشال ايروجنز والايديما. طبعا بايوبسيز من كل السايت الافكتد سايت اوف ذا كولون الاريثيما والهايبريميا اللي كانت موجوده وبايوبسي من السيكال ليجن. هنشوفها بفيو تاني. معلش انا بس هطول في الجزء ده بسرعه. معمول ام بي اي هتبقى ديسكاست في السلايد اللي بعد كده. متصوره كويس يمكن شويه انفليشن اوف اير عشان توضح معانا. هو واضح ان هو لا فولد ولا حاجه. لا ده في ماس موجوده في السيكم وخدنا منها بايوبسي. وهذا المريض صاحب ال 79 سنه. مهم قوي الصورة دي وهتبقى موجودة معانا بعد كده. هيستوباثولوجي من الكولون والانال اللي جالنا قال لنا اكتف كولايتس كونسيستنت ويز كرونز ديزيز. والسيكال بوليب قالت لنا فيلس ادينوما ويز هاي جريد ديسبليزيا. مش هكذب على حضراتكم انا معاكم ان هو لا ايدج اوف كرونز ديزيز ولا هو سايت اوف فيلس ادينوما لان هي كومن بتبقى ديستال مور ذان بروكسيمال. يعني انكومن ان احنا نلاقي فيلس ادينوما ويز هاي مالجنت بوتنشال. دي الطبيعه بتاعتها تكون موجوده في السيكل. فحاجه غريبه قوي ان الراجل ده كونز ديزيز وفيلس ادينوما. الاندوسكوبيك بيكتشر مش اجينست سي دي بس البايوبسي بتكونفيرم ان هو سي دي. البايوبسي بتقول برضو ان البوليب دي فيلس ادينوما ويز هاي جريد ديسبليزيا. طيب انا عندي ثلاث اسئله واعتقد ان هم دول هيبقوا الماستر سين في القصه كلها. How to assess and what is the challenges of the case and how will we manage this case. أنا البوليب اللي عندي اللي قدام حضراتكم اللي متصورة بالـ NPI في الصورتين دول اللي موجودة في السيكم to be assessed المفروض إن أنا الأول أعمل لها classification عشان أعرف إن أنا هتعامل معاها إزاي. According to the Paris classification it's 1S اللي هي 1 sessile and it's considered to be what's known as lateral spreading tumor and it's a tumor with a lateral extent more than anterior or posterior extent which and it's from the granular type بيسموها mixed nodular granular type with a high potential for malignancy اعلى من اي type تاني. يبقى هي Paris classification it's 1S lateral spreading tumor of the granular type وهي دي ال sessile polyp of the Paris classification. According to the NICE classification, it's type 2
And according to Kudu classification, it's known as VI, where DB can فيها irregular arrangement size of the pattern or of the tubules اللي موجودة في البوليب. يبقى according to the classification, احنا عرفنا البوليب عندنا اللي موجودة دي belong to A من الكلاسيفيكيشن according to the Paris والنايس والكودو بعد ما عرفنا ان هي villous adenoma with high grade dysplasia. طيب احنا محتاجين نعمل لها نعمل المريض ده CT anterior coronography for assessment. هتدينا فكرة مهمة جدا على الوول انفيجن وريجنال لينف نود، ودي هتبقى حاسمه بالنسبه لنا في القرار، خاصه ان احنا ما عندناش اي موداليتي ثانيه ممكن نستخدمها. قال لنا ان في سمول انهانسنج ميكوزال سيسايل بوليب از نوتد انفولفينج ذا سيكم افريج 14 مليمتر وذ نو اكسترا ميورال اكستنشن نور انلارجد ريجنال لينف نود باثولوجيكالي بروفن تو بي فيلس ادينوما. وكمان كان في هيباتيك فلكتشر سب ميكوزال لايبوما، وكان في mild, smooth, diffuse, mural thickening of the rectosigmoid junction with clear surrounding fat plans. هو بيقول likely either non-specific colitis or post-irradiation، بس الراجل ده not known في حياته خالص ان هو خد radiation. وبيقول ان في mild, non-complicated sigmoid diverticulosis. الراجل ده اللي عنده الrectosigmoid affection، وعلى فكرة دي صورة الهيباتيك lipoma. دول الصورتين اللي تحت، بس يمكن بالنسبة لنا ما كانتش احنا كنا بنحاول نختصر بس الكيس، بالنسبة لنا ما كانتش ذات امبورتنت. بعد ما قدرت اعمل كلاسيفيكيشن للبوليب وعرفت ان البيشنت بتاعي كونز ديزيز وفيلس ادينوما ويز هاي جريد ديسبليزيا بالكلاسيفيكيشن اوف ذا بوليب اللي احنا قلناها، وبالسي تي انتيرو اللي بيقول لنا ان ما فيش ريجنال لينف نود افكشن، وبيقول لنا كمان ان ما فيش ريسك ان ممكن يكون في سايت اوف كانسر ممكن يكون عامل ميتاستيز ولا حاجه، ما فيش اي حاجه غير السوبرفيشال افكشن او الميكوزال افكشن للسيكم باي ذات بوليب. انا عايز اسال ايه التشالنجز، او عايز اعرف ايه التشالنجز اللي ممكن تكون موجوده في حاله زي كده. الحقيقه التشالنجز في الحاله دي كتير. اول حاجه الايدج طبعا 79 years. تاني حاجه السايت والاكسسبيليتي which is cecal، وده بيكون thin wall reliable for perforation في اي intervention. Crohn's disease patient known to be Crohn's disease. انا عارف ان ممكن ناس كتير قوي تختلف مع فكره ان هو ممكن يكون الدايجنوزس بتاعه سي دي، وانا هحتمله ان هو سي دي لان المريض ده هيتعمل له انترفنشن. يعني ممكن لو هو مش هيتعمل له انترفنشن كنت ممكن اقول ان دايجنوزس ان داوت، بس الحقيقه it should be respected لان في الكرونز ديزيز بيبقى فيه انفليمد ميكوزا، ممكن يكون فيه فايبروزس لو احنا عايزين نعمل اي ام ار او عايزين نعمل اي اس دي، مجرد ان احنا هنحقن ممكن ما يترفعش الليجن معانا بسبب الترانس ميورال انفلاميشن والفايبروزس في عيان السي دي. هيلينج باور ممكن تكون ضعيفه جدا في العيان السي دي، وفي نفس الوقت البنتريتنج نيتشر اوف ذا ديزيز بيبقى البيشنت مور لايبل فور كومبليكيشن، ايذر ممكن يبقى فيه نير باي كولكشن او ممكن يكون فيه فيستولا فورميشن after اي انترفنشن اعمله، وطبعا هاي جريد ديسبليزيا ويز لاترال سبريدنج تيومر. كل دي كانت التشالنجز موجوده في الحاله وكانت بتتحكم بشكل كبير قوي في الديسيجن اللي ممكن يتاخد فيه. هاو تو مانج، محتاجه كنترول الانفلاميشن، محتاجه احافظ على البروبر هيلينج باور، ومحتاجه افويد الكومبليكيشن. وزي ما بقول لحضراتكم لان المريض ده هيتعمل له انترفنشن اي هاف تو ريسبكت الدايجنوزس بتاعه ككرونز ديزيز. ان حضرتك تعمل له اي ام ار او اي اس دي والعيان ده سي دي واكتف اعتقد هيبقى ريسكي اكتر بالاضافه للريسك بتاع الايدج والريسك بتاع السايت والاكسسبيليتي. كان القرار ان هو هياخد بيوديزينايد 9 مللي جرام فور 2 مانس ان اوردر تو تراي تو كنترول ذا انفلاميشن، او ان انا ابقى زي ما بيقولوا كده ات سيف بوزيشن، وان انا احاول اكنترول القصه دي باي لوكالي اكتنج دراج او حاجه ممكن ما يكونش ليها سيستميك افكت فور ذا بيشنت، بس في نفس الوقت هقدر ان انا احسن من الانفلاميشن واقلل من الريسك اوف كومبليكيشن لو انا هقدر اعمل للبيشنت ده بعد كده اي انترفنشن، لان هي فيلس ادينوما و 100% في اكتف ديزيز، يا اما الراجل ده يروح يعمل سيرجري. ممكن يعمل سيرجي، ممكن طبعا يعمل سيرجي، بس هو لا فيلس ادينوما ويز هاي جريد ديسبليزي.
هو هيفستل على طول. How to manage بعد ما قدرنا ان احنا نكنترول الانفلاميشن لمده شهرين بالبيوتيزينايد البيشنت كلينيكالي افضل. مش هقول لحضراتكم ان هو كلينيكالي مش احسن، بس في النهايه كان الهدف من البيوتيزينايد اكتر منه تو كنترول الديزيز اكتيفيتي، ان انا احاول اكنترول الانفلاميشن او الميكوزا الانفلاميشن. كان القرار ان يتعمل بيس ميل اندوسكوبيك ميكوزا ريسكشن اي ام ار باي يوزنج كاربون دايكسايد، وطبعا يكون معانا هيموستاتيك كليبس. هم دول كانوا الثلاثه الثلاثه هول ماركس الاساسيين في المانوفر اللي هيتعمل: بيس ميل ام ار، كاربون دايكسايد، اند كليبس. لا هو انا اللي انا اللي اشتركت. دكتور عزة طبعا انا كنت واقف بصور. Introduction up to the cecum. وصلنا للماس، وطبعا proper positioning اعتقد هيبقى مهم جدا. غسلنا MPI again. لا كان التيرمينال إليم كانت بي انتوبيتد في التو اندوسكوبيز اللي اتعمل، كان مكان ادمتس جدا وكان نابو قوي. لا عايز اقول لحضرتك ان البيشنت كان عنده تو ناروينج، وان ات ذا إليم، وده كان نوت باسبل باي ذا سكوب، واحد كان في السيجمويد وده كان باسبل باي ذا سكوب ويزاوت كاب، وان باسبل باي ذا سكوب لما اتحط الكاب عشان يتعمل بالاي ام ار. فاضطر الدكتور عزت ان هو يطلع ويشيل الكاب ويدخل بالمنظار من غير كاب ويعمل ايه من غير كاب، ودي كونسيدر تو بي تشالنج 5. طيب انجكشن بفولفين وبميثيلين بلو. طبعا الاليفيشن بتاع الماس او الاليفيشن اوف ذا سيكال ماس بيبقى مهم جدا، لان ده هو اللي بيدينا اول انديكيشن ان الماس بتاعنا كان بي ريموفد. يعني لو احنا عملنا كل الكلاسيفيكيشن وعملنا سي تي وخدنا بايوبسز وطمننا في كل القصه دي، لكن ممكن يكون في فايبروزس او ممكن الماس ما تترفعش بعد حقن السبلي، يعني بعد ما بنعمل انجكشن بالماتيريال بتاعتنا، وفي النهايه ممكن يكون ده اوبستكل. وبعد حضرتك ما تدخل وتلاقي ان ما حصلش اليفيشن للبوليب وتقول خلاص انا مش هقدر اعمل الانترفنشن، لان في وجود فايبروزس هيبقى صعب قوي ان انا اعمل السيبريشن بتاع الليجن. عملنا انجكشن تقريبا حوالي 3.9 سنتي فولفين وميثيلين بلو، بتدينا الميثيلين بلو بروبر انديكيشن. بنحن في more than one site عشان نتأكد ان احنا عملنا elevation كامل للماس. ترفعت كلها، وده معناه ان هي كده accessible for endoscopic removal. بعد ما حقنا الفالفين والميثيلين بلو وترفعت الماس، هنبتدي ان احنا نستخدم 35 سنير عشان نبتدي ان احنا نعمل ريموفل بالهوت سنير الماس بتاعتنا انتو تو بيسز، وده اللي بنسميه البيس ميل اندوسكوبيك ميكوزا ريسكشن. ده اول جزء او اول نص من الماس. عملنا له سراوندنج بالسنير. طيب
كده في اسمه اللي هي يعني partial removal. احنا بنقسمها الاجزاء السناب المفروض بالهوت سناب. هنبتدي نفصل الجزء ده. ده هنا اللي واخد اللون الازرق ده البيز، المكان اللي فصلنا منه اول جزء باي بيس ميل اندوسكوبيك ميكوزال هو ده. طبعا كل ما حضراتكم بتستخدموا مقاس اصغر من السناب كل ما الريسك اوف بليدنج بيكون اقل، لان السيرفيس اريا اللي بنعمل بيها ابلكيشن للثيرمال انرجي بتكون اقل. ده بقى معنى كلمة بيس ميل فعلا. الجزء الثاني او الجزء اللي فاضل هو ده. من الماس نفس الفكرة. بشب برفع سنة قبل ما ابلاي الانرجي او بعمل تراكشن سنة يعني. زي الفل. طيب دي البيز كاملة خلاص. المفروض ان انا هابلاي الكليبس. اخر خطوه بالنسبه لي في البيس ميل ام ار ان انا ابلاي كليبس. اخد بيوديزيناين. بيوديزيناين بس لغايه ما يبدا ان هو قبل ما نعمل الانترفنشن اخد بيوديزيناين. حاجه بتكون لوكالي اكتنج ويز رابيد ريسبونس. لا اللي هقول لحضرتك. حاضر. تمام ادي الكليب الاولاني. انا فاضل لي سلايد واحده. ذا سيم السلايد اللي جاي الباثولوجي اخر سلايد. تمام تو اهو بالنسبه لنا التو حطينا اثنين كليب. الكليب الثالث هيتحط وكده خلاص الراجل بقى زي الفل. جه فولو اب بعد اسبوع ما عندوش اي بليدنج ما عندوش اي كومبلين ولا اي حاجه. البيس ميل اللي احنا شلناها اي ام ار في النهايه انا ما اعرفش اعتقد كده مش باينه اتقال لنا ان احنا عندنا فيلس ادينوما شوينج هاي جريد ديسبليزيا وبنقول ان البوليبويدال ستراكشر هافينج فيلس اوتر سيرفيس ومعاه ميوسين ديبليتنج ستراتيفايد. اهم كلمه في الاخر ان الستوك بتاعنا كان 3 والسب ميكوزال انفيجن اسسمنت بيحصل لما يكون عندنا مالجننت ترانس يعني يكون في مالجننسي ما يكونش فيه هاي جريد ديسبليزيا. ففي الهاي جريد ديسبليزيا بالنسبه لنا كفايه قوي ان اللي قال يتقال ان الستوك والمارجنز. شكرا جزيلا. ثانك يو. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بحب أشكر دكتورة عزت طبعا على أقدمك أنا أقدم the last but not least the most the sweetest lady in the GIT, the youngest staff, one of our beautiful colleague, دكتورة ندى عثمان. She will present also case presentation. تفضلي دكتورة ندى. ميرسي يا دكتور على التقديمه دي، وبحب اشكر طبعا دكتور على الساينس دي انا شايفه في مؤتمر الوحده، واشكر كل اساتذتي دكتور امينه ودكتور حميد ودكتور عبير ودكتور اماني ودكتور خالد ودكتور دعاء. اوكي وي ار internists before being gastroenterologists. Of course we are GI minded, but for our GI is the best system to express our diseases. Okay. My case, a 23-year-old male patient, a smoker with no past medical history and a family history of his mother having FMF, CD, and his elder sister having CD. He started to complain of epigastric pain and nausea and vomiting. Then diarrhea, not related to meals, 3 times of passing loose stool per day, which progressed to 5 times watery diarrhea per day. The condition continued for 3 weeks. No fever or any other complaints or change in his eating habits. By examination, his general look was normal, had a neck normal, chest bilateral equal air entry, and abdomen within normal examination. And his extremities, no lower limb edema or and distal pulsations were felt bilaterally. Urgent ultrasound abdomen was done with unremarkable findings. He was hospitalized and kept off oral antiemetics were given. Hemoglobin was 14 gram per deciliter, MCV 18 picogram, and MCH 28 femtoliter, and platelets 290, white count 6.9, TSH 2, ESR first hour was 20, and CRP is 36, and calprotectin 100 international unit per gram. And normal stool and urine analysis, negative H pylori. Okay, we have a patient with normal lab investigation except for a mild increase in the ESR, CRP, and calprotectin. Okay, the patient was planned for esophagogastroduodenoscopy and colonoscopy, but the patient started to complain of fever 2 days before endoscopy. COVID PCR was done, and the patient was positive with normal lab investigation. Okay. COVID-19 and GI symptoms. Okay. Fever, dry cough, and shortness of breath are hallmark signs of COVID-19. The illness caused by new coronavirus. But early research suggests that another common symptoms may be often overlooked, like stomach upset. Okay. Patient may complain of diarrhea, vomiting, or pain. And 80% of the COVID patients have anorexia. Those symptoms can stem from other common causes like stomach flu, food poisoning. The study in China found that a third of the people with COVID-19 had diarrhea. And the diarrhea lasted for an average of 5 days. Those digestive symptoms are more likely to have a positive stool test for coronavirus, which means that they had SARS-CoV-19 RNA in this. Okay, what you should do in this pandemic, if a patient has GI symptoms and he was corona positive, he had to stay home and have a sick bedroom and bathroom isolation, okay? Globally, the WHO reported 72 million 196,732 cases, confirmed cases of COVID-19, including 1,630,521 deaths. Okay. This paper, diarrhea during COVID-19 infection, showed the pathogenesis, like the pathogenesis of coronavirus by entering the cells in the lung through the ACE2 receptor, and by priming through the protease enzyme, the TMPRSS2 enzyme.
this protease enzyme is the main issue in treatment. Okay, Jan et al. Defined the area as passing of loose stool more than 3 times per day, and 53 of 651 patients had diarrhea at onset, and median symptom duration was 4 days. The prognostic implication, actually a patient with GI symptoms having coronavirus had a bad prognosis, not only a respiratory, but the GI had a bad prognosis in COVID-19. Any solutions? Actually, the treatment is not specific for COVID-19. No evidence on the efficacy of antidiarrheal drugs is available. It's better to monitor the potassium of the patient, a hospitalized patient with diarrhea caused by COVID-19. And it's important to underline the antibiotics and antiviral given to this patient because it may increase the diarrhea. The Cisco Max cause severe diarrhea associated with COVID-19. Okay, they have used probiotics in China, Comostat Mesylate, an effective inhibitor of the protease TMPRSS2, has been proven in Japan. Randomized controlled trials evaluated the efficacy of Lopinavir and Ritonavir. Hydroxychloroquine has been given without impressive results. The anti-inflammatory function and of paracetamol could be effective in the diarrhea, and it's under study. In the current pandemic of SARS-CoV-19, most of attention is still exclusively focused on the respiratory symptoms of the disease. However, it's important to emphasize that the number of COVID-19 patients experiencing diarrhea is significant and cannot be overlooked. We found high variability among published studies in the percentage of patients with diarrhea, ranging from 2% to 50% of the cases. Our pooled analysis or the pooled analysis of available data reveals that an overall diarrhea rate of about 10% in COVID-19, this value is lower than percentage of diarrhea reported with other coronavirus. This is the first paper. In conclusion, the presence of diarrhea should generate suspicion of possible SARS-CoV-2 infection and should be investigated to reach an early diagnosis of COVID-19. The incidence of diarrhea is currently underestimated, and further studies are needed to quantify the exact burden of diarrhea. To compare the sensitivity of fecal and nasopharyngeal tests, they are looking forward to use the fecal test instead of the nasopharyngeal swab to evaluate whether diarrhea is a predictive factor for prognosis and to clarify the effects of COVID-19 in patients with underlying GI disease. At the end, I would like to end with this quote: happiness is a good bank account, a good cook, and a good digestion. Thank you and stay safe. يعني هستأذن حضراتكم بس نعمل كلوجر الأول. الحمد لله ربنا جمع الجمعية والوحدة مع بعض وده كان شيء مهم قوي الفترة الأخيرة. الحاجة الثانية الكونكلوجن بتاعت السيشن الأخيرة دي مهمة قوي. رير از كومن دكتورة آلاء ما تنسوش إن الرير بيحصل. اثنين في البانديميك مع الجي آي بليز دونت فورجيت حضراتكم كلكم تشغلوا مناظير وخدوا بالكم من نفسكم. ورغم ذلك في البانديميك عندنا تشالنجز زي الحالة اللي قدمها دكتور مؤمن وكان لازم نشتغلها حتى في وجود البانديميك بتاع الكوفيد. فالجلسه كانت مهمه قوي ويمكن التوبكس بتاعتها حقيقي كونكلوسيف للي احنا فيه في الوقت الحالي. اولا بشكر الحضور وبشكر الناس اللي مكمله معانا لغايه اخر اليوم. انا عارف ان هو قد يكون يوم طويل بس انا بحسبها بحاجه ثانيه خالص ان احنا حقيقي وحشنا القعده مع بعض. اتعلمنا من استاذه اميره تقعد من الاول للاخر تسندنا ويمكن هي دي مسج بنوصلها لنفسنا وللي ورانا يا جماعه. لا طالما حاجه تخص الوحده ككل محدش يتاخر واحسن حاجه تقريبا مفيش حد ما اشتركش من الوحده الا اللي هو كان قرر ما يشتركش. لكن الوحده عن بكره ابيها كانت موجوده سواء تشير سواء سبيكر سواء في ديسكشن امر انا يعني الحمد لله احنا مبسوطين بيه جدا.
I hope السنة الجاية يكون ربنا رفع عننا الغمة دي ويبقى نقدر نعمل حاجة أكبر تليق بوحدة الجهاز الهضمي. ساعتها هنوصل لكم الأجهزة الجديدة وصلتنا لإيه بعد سنة كركروتمنت لكل النتائج بتاعة الوحدة. أخيرا بشكر طبعا باركود باشمهندس عاصم معتز طقم اللي زي الفل اللي عامل لنا. خلي بال حضراتكم زي ما قلت أحلى لايك ستريمينج بتاع حضراتكم من الصبح لدلوقتي موجود لايف ستريمينج على الجمعية وعلى السايت بتاع حتى أنا على السايتات الخاصة بتاعتي عملت ستريمينج وكل حاجة موجودة في أي وقت تقدروا ترجعوا لها. بشكر طبعا المين سبونسر أو الأونلي سبونسر ساندولز حقيقي بارت من وفارتس عملت كل دوت بدون احتياج لعدد من الشركات وده كان أمر مهم قوي إن إحنا في ظل الكورونا والمشاكل ديت لأ في سبونسرز وفي ناس بوشينج في الساينتيفيك أكتيفيتي في ناس ستيل بتنفيست في الدكاترة لأن ده شيء مهم قوي. أخيرا I hope السنة الجاية مساحة تكبر العدد يزيد ونشوف more and more details. أخيرا شكرا لحضراتكم شكرا لكل الوجود الأستاذة دكتورة أميرة دكتور صلاح الصبح دكتورة حنين مكملة معنا اليوم رغم تحملها المشاق دكتورة عبير ودكتورة أميني بسم الله ما شاء الله مكملين وعندهم قدرة يكملوا البكرة صغيرين وقعوا مننا أنا عارف بس إحنا معنا خالد ودكتور أيمن دكتور لقاني good presenters دكتورة دعاء دكتور حسين ودكتور إيمان مدرسينا for the future وكمان ال young generations مؤمن هلاء ندى I think إن وحدة الجهاز العظمي وحدة بجد نفخر بيها and for the future إحنا ما استمتعناش بالقاهرة قوي نتيجة إحنا وقتنا ضيق وهم بيجيدوا الدسكشن فهم بتوع القاهرة الإكسبيرينس بتاعتها بناخدها من الدسكشن هم بسم الله ما شاء الله قالوا ليكتشرز عالية قوي لكن إحنا كنا محتاجين more and more discussions في كل التوبكس وده وعدنا معاهم السنة الجاية هم أثرونا 3-4 بس إحنا إن شاء الله السنة الجاية ربنا يسهل نقدر ندخل عدد أكبر ونناقش أكتر وكل مؤتمر وحضراتكم طيبين.